مبارك عليكم الشهر. مارينا اف ام بالأربعة سنة اللي طافوا كانت معاكم بكل سنة من الصبح لين آخر اليوم، والسنة ما تفرق عنهم. عشان كذي بداية يومكم راح تكون الساعة 8:30 معي أنا طلال ملك و نوف السلطان. أوكي، اليوم راح يبتدي من 8:30 ليل 10:30، بعدها راح يكون معاكم برنامج الديوانية، لكن هالمرة بدلا يكون الساعة 1 راح يكون الساعة 2 طلع دواماتكم مع مايك. لا والله ما شفته، بس ان شاء الله يكون معك برمضان. اوكي، وبعدها الساعة 4 العصر راح يكون معاكم علي خاجة ببرنامج عصاري مع علي خاجة. احفظ حبيبي. بس هذا مو كل شيء، لان راح يكون معاكم فؤاد بوشهري يوميا بالبث الاول الساعة 5 بسوالف مع فؤاد بوشهري اللي تخلي الواحد يبي ياخذ نفسه لمستوى اعلى بحياته. ورشا شلهوب راح تكون معنا برشا زاد طول اليوم بسوالف بس هي تحب تسولف فيهم، أو يمكن كلنا. هذا كله راح يكون قبل الفطور، لكن بعد الفطور أنا مالي شغل. أكيد بعد الفطور طلال مالي شغل، لأن أنا اللي شغل بالموضوع. إذا كنتوا قاعدين تتساءلون برامج المسابقات وينها هالسنة على مارينا اف ام 94.4 وخصوصا برمضان، أتوقع أني بس قبل لا أسولف عن أول برنامج في فويس نوت واصل لي. يا طالب ويا طالبة أنت وياها، كل واحد عينه بالاختبار، لا أنادي ولي أمرج. اوكي، اتوقع علاء الهندي احجزت اول موقع من الساعة 9 لغاية الساعة 10 في برنامج راح يكون اسمه امتحان، بس عاد شنو هالامتحان وشنو بيصير فيه انا بصراحة ما ادري. بالنسبة حق برنامج المسابقات الثاني، لغاية الحين قاعد اتصل بالمذيع ما يرد، ظاهر انه خايف من حجم المسؤولية اللي موجودة عليها المرة، خصوصا انه مشاري مجيبل وبرنامج رياكشن واللي هو يعتبر عودة هذا البرنامج اللي سمعتوه وعرفتوه من زمان على مارينا اف ام 94.4، ولكن هالمرة راجع بشكل 2019 من نوعه. بعدها من الساعة 11 ولغاية الساعة 1 وقت البرامج الحوارية اللي عادي أقول استوليت عليها طول الخمس سنين اللي طافت، وهالسنة هذه هي السنة السادسة لي بالتعاون أكيد مع فريق وايد أحبه وضيوف جايين من الكويت من الخليج والوطن العربي، والبرنامج اسمه ممكن نتعرف أكثر، مو بس ممكن نتعرف، واللي هو يعتبر السيزن الثاني من البرنامج اللي حقق نجاح وايد كبير السنة اللي طافت. إذا كان قاعد يطري على بالك الحين شنو في بعد على مارينا اف ام 94.4 خلال شهر رمضان من عدة نواحي تسويقية وإعلانية، راح كلم طلال فصام. طلال وعلي كلمكم عن برامج رمضان، وأنا راح أكلمكم إن شاء الله عن جوائز رمضان واللي هالسنة راح تكون غير، لأن هالمرة حاولنا كثر ما نقدر أن تكون الجوائز قيمتها أكبر وعددها أكثر، فيعني كل ما شاركتوا راح تكون في عندكم جوائز أكثر. النقطة الثانية اللي بتكلم عنها هي تسويق المعلنين عندنا في البرامج، خصوصا أن احنا حاولنا كثر ما نقدر نسهل هالموضوع عليهم بالتعاون مع شركة كبيرة مثل M2R. حاولنا ان احنا نطلع out of the box، نشتغل بافكار وايد جديده، وردود الفعل بالفتره اللي طافت كانت وايد حلوه، بس هالمره قدرنا نطورها بشكل اكثر. اتوقع الحين صارت عندكم واضحه الفكره، من قبل الفطور لبعد الفطور، من الدعايه، الاعلان، الجوائز، التسويق، يمكن هذا بس عن طريق الكلام، ولكن الفعل احنا افضل من يفعل. راح تتابعونا ان شاء الله ابتداء من اول يوم برمضان على مارينا اف ام 94.4، وكل اللي سولفنا عنه بتشوفونه على ارض الواقع على مارينا اف ام 94.4، البث المباشر باليوتيوب على مارينا اي مارينا تي في بالتلفزيون، واكيد على ابلكيشن مارينا اف ام. الحين كل اللي اقدر اقوله هو كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده.